بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم المهندس رامي شريم، مهندس معماري مدرس لبرامج التصميم والإظهار المعمارية المختلفة مثل برنامج الماكس، ريفيت، لوميون، فوتوشوب وغيرها برامج. درس اليوم رح أتناول موضوع جدا بسيط اللي هو موضوع اللوب والرينج. اللوب والرينج اللي هي من أوامر الإيديت أو إيديت بالبولي بيساعدوني بعملية السيلكشن بشكل سريع. لو جيت هنا عملت بوكس، حكيت له مثلا أبعادك تكون عندي مثلا 30 بـ30 بـ30، نحكي مثلا 50 بـ50، خلل يكون أكبر شوي، صغير أوسع السيجمنتس. حكيت له بده 25 سيجمنت باللينث، 25 بالويدث، 25 بالهايت. اللهم صلك يا سيد محمد. لو جينا عملنا له إيديت بولي أو كونفيرت تو إيديت بالبولي بغض النظر، حكيت له هي إيديت بولي. اللوب والرينك هي عوامل اختصار موجودين هون، لوب ورينك، في عندي شرينك وجرو. لو اجيت مسكت هون ايدج او سيجمنت، حكيت لها لوب، راح اختار الاشي اللي على امتداد الخط او امتداد السيجمنت. فانا ماسك هاي السيجمنت، راح ياخذ اللوب على طول امتدادها، طول ما صار فش عندي فصل، يعني طول ما هو الشكل او هاي الخطوط ممتدة مع بعضها البعض ما كان في عندي فصل. فحكيت له هون لوب، أخذ لوب حوالين الشكل كامل متكامل. طب أخذت له هذا السيجمنت، حكيت لها برضه لوب، رح ياخذ هيك الامتداد كامل لحد تحت ويرد يرجع عندي لحد هون. هاي لوب، هاي اشتغل عادي. طيب هون هاي لوب. هلا الإشي المهم اللي بدنا نفهمه، إذا جيت اشتغلت على الطرف وحكيت له خذ لي لوب، ولكنه ما قدر يعمل لوب مرة واحدة أو يلف على الداير، لأنه لما وصل هون هاي النقطة اختار، بحكي لك اروح لهون لجهة اليمين ولا انزل لتحت. فانت هون بصير واجبك انك تساعده يفهم. تيجي تمسك اول خط، اكل اشي بدك اياه، انت بدك اياه يلف على اليمين، تمسك اول سيجمنت او اول ايدج، تحكي خذي لي اللوب. لا تمسك اللي بعدها تحكي لها خذي لي لوب، انت خذي لي لوب. هيك تقدر انك تتحكم بالشكل زي ما بدك بسرعة جدا كبيرة. الاشي الثاني اللي بدي احكي عنه اللي هو موضوع الرينك. اذا مسكت سيجمنت حكيت لها المرة تعالي خدي لي رينك، لما احكي لها رينك مش معناته بطلب منه الامتداد، هاي الى اللوب. الرينك شو بتعمل؟ تاخذ الامتداد اللي على الطرف او الخطوط الموازية لإلها. فلما احكي له رينك اختار الخطوط الموازية لآخر الشغل. اجت مسكت هاي الخطوط قلت لها انت خدي لي هلا اللوب، هاي الخطوط اللي انا مختارها. لما تاخذ لوب كل خط بده ياخذ امتداده على الآخر. نجرب هاي لوب. وانا ليش اختار برضه خطوط الهوريزونتال هون؟ لان كنت محدد كل هدول، فاخذ لهم رينج بعدها اخذ لوب، لانه كنت معطيه اصلا رينج لوب. طيب رجعت اخترت خط واحد، قلت له انت خذ لي لوب وهلا خذ لي رينجات، رح الاقي كل هاي الخطوط صارت تنزل ويختار لي اياها، صار ينزل نزله كامله ويختارهم. طيب الاشي الثاني المهم، اذا اخترت فيرتكس، الفيرتكس شو ماسكه بالضبط؟ هي اللي ماسكت لي هذا الفيس وهاد وهاد وهاد. معنى تاني لو حذفت هاي الفيرتكس رح الاقي الاربع اوجه راحوا، لانه هاي العنصر باعتبار هي يعني مفصل، مفصل ماسك الاربع وجوه، فلو حذفتها راحوا كلياتهم. فكيف لو اجت بدي اختار بطريقة جدا اسرع لسه. بدي اختار هدول اربع وجوه، بقدر انا امسك المفصل، اجي على الزر اليمين احكي له مثلا convert to face، حولت هاي النقطة الفيرتكس. لما قلت له convert to face يعني حول هاي النقطة لاختيار الفيسز اللي ماسكين فيها، فهون convert to face. لو اجيت بدي اعمل مثلا هون كبسة ثانية او امر جديد، بقدر احكي له grow. grow بختار لي هون زيادة على كل فيس، يعني لو مسكت هذا الفيس قلت له grow، بختار هون وهون 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 على الداير كامل، هاي grow. هلا اذا كبست كمان مره راح يختار كل الامور المحيطه فيه او كل الفيسز، هاي جرو جرو. لو جيت بعديها قلت له هاي جرو كمان اكثر واكثر، قلت له بعديها شرينك، شرينك عكسيها يعني قلص الاختيار، هاي شرينك. طيب هلا هيك قدرنا نفهم امر جرو وشرينك ولوب ورينك. طبعا لما اكون موجود على البوليجون بلاقي اللوب والرينك مطفيات والجرو والشرينك شغلت. لو جيت هون اخترت edges قلت له مثلا هاي loop،
كتل جروه بصير يختار ليها بشكل أوسع لسه أكتر وأكتر بالمناطق المحيطة. لو حكيت له شرينك بصير يختارهم بالعكس، يعني لما أجي أحكي له هذا الخط لحاله خد الجروه صار يختار كل الخطوط المحيطة فيه. طيب هذا الحكي كيف ممكن يساعدني؟ بيساعدك طبعا عملية الاختيار، خاصة المشاريع ممكن تكون أورجانيك أو ديكونستراكشن فيها خطوط أو سيجمنتس كتير عالية، يعني عددها كتير كبير. ممكن إنك تستخدمه إنك تختار فيس واحد. أنا عارف مثلا هاي المنطقة تكون مثلا منطقة السنتر للبوكس كامل، بقدر على أمر جرو كذا مرة إني أكبسه أقدر أوصل اختيار لحد معين. ممكن بعديها لو إجينا بدنا نعمل مثلا تفتيحات، بدي أختار كل هذا الخط أعمل فيه فتحة، بقدر إني أجي هون أكبس شيفت وأختار هذا الفيس، ساعتها بالأخير إنه عمل لي إيش؟ عمل لي امتداده، يعني زي وكأنه عمل يعني أمر لوب بس المرة للبوليجونز. لو قلت له هلأ شيفت وكبست هون رح ألاقي اختار كل هاي الخطوط على يعني امتدادها زي هيك. بقدر اختار هذا الخط هلأ لما أكبس هون رح ياخد مع هاي، لأ أخد مع هاي، لو كبست له هون أخد مع امتدادها، وهون وهي هون وهي هون أخدت له هلأ هيك أخد امتدادها، وهي هاي امتدادها، هاي هاي امتدادها. بقدر أمسك هاي الخطوط شو أعملها مثلا ديليت، فهيك بكون عملت مثلا تشكيل للشغل اللي عندي. كلها بكون جدا بسرعة كبيرة، وأتوقع أنا أخذت منا وقت جدا جدا خفيف وإحنا نشتغل عليها. بالتالي للتأكيد كمان مرة بقدر إني أختار السيجمنت أعطيها يا أمر يا لوب، أو إني أجي أعطيها أمر رينج، أو بقدر إني أجي أعمل أختار فيس أحكي له يا جرو يا شرينك، أو إذا كبست شيفت بأخذ على امتداده، إذا كبست هاي وقلت لها شيفت بأخذ على امتدادها، أو بقدر على الإدج إني أعملها مثلا جرو، بقدر أعملها شرينك. هذول الأوامر الرئيسية اللي حبيت أتناولهم. آخر أمر ممكن يكون هو يعني للزيادة، إذا بتجربوه رح تلاقوا إنه جدا جدا مفيد. إذا اخترت الفيرتكس قلت له هون عندي convert to face أحدد للأوجه، طبعا في لها اختصار إني أجي أمسك ال vertex أكبس control أتمني كابس عليها أختار to face. طب ماشي، إذا مسكت ال face يعني حول هون النقاط ال vertex، لما قلت له control كبست مع البوليجون اختار لي كل البوليجونز المحيطة بال vertex. لو اخترت edge كبست control واخترت faces احكي لك هاي البوليجون أو هاي السيجمنت وين ماسكه، ماسك بهاي وبهاي، كنترول وبوليجون اختار هذول التنتين. طيب ماسك هذا البوليجون انا قلت له كنترول وفيرتكس راح اختار كل الفيرتكس المحيطة فيه، واحد اثنين ثلاثة اربعة هاي اختارهم. بعدها بقدر اكبس كنترول وبوليجون، بعدها كنترول فيرتكس كنترول بوليجون كنترول فيرتكس، تمك رايح راجع بيناتهم. يمكن كنترول ايدجز، بعدها كنترول بوليجون وايدجز وبوليجون، تمك توسع عملية اختيار الطرق التالية. أكيد هذا الحكي مع التجربة أنت تقدر تستفيد منه وتقدر تتعلم منه أكثر وأكثر. هاي هي المواضيع اللي حبيت أتناولها. طبعا أهم إشي إنه لازم تكون تشغل جوا الإيديت بولي، مش تكون تكبس. طب هنا بكبس فيرتكس وهي شغلات مش جاي معي، لأنه أنت بتكون أحيانا برا البوليجون من أصله، يعني بتكون برا الإيديت بولي، بتكون عامل شيل وبتكون مثلا أو معطي أمر بعد الإيديت بولي بتحاول تدور على الفيرتكس أو على البوليجون. هاي مشاكل الطلاب الكتير اللي بيسألوا عنها. بالتالي لازم يكون عندك الإيديت بولي أو إذا تبي البولي أنت بتشتغل. الفيديوهات إن شاء الله كلها رح تنزل على الجروب عندي أو على صفحة اليوتيوب، تقدروا إنكم تتابعوها. هيك بحكي لكم يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.